IFM زون سبور الخمسة وعشر دقائق على IFM. مرحبا بالجميع في برنامج زون سبور، برنامج أسبوعي نحكيو فيه على اكتواليتي في الرياضة في تونس وفي العالم. اليوم حلقة 15 أكتوبر تتزامن مع عيد الجلابش، نحكيو على فيرتير نتاع اللوكال الجديد نتاع النادي الرياضي بنزرتي، كذلك باش نحكيو على المنتخب التونسي مباراة كوريا الجنوبية والمردود، وكذلك على مباراة اليابان. باش يكون حاضر معنا كذلك خليل جندوبي وفيراس القطوسي، باش نحكيو على البيرفورمانس الكبيرة في أوبن الصين اللي صار ديغنيغمون، وباش نحكيو كذلك على الترجي ومازيمبي إمكانية تغيير الملعب هذا كل من تو حتى 17. تحية للناس الكل تسمع فينا على IFM وتشاهد فينا على IFM TV. تحية لفريق الاعداد وسام بن حسين، عزة في الاخراج من جدي في IFM TV، ونعتذروا منها ايمان على اللقب، كنت غلط في الاسبوع الفارط. كذلك نحكيو على اوبا في السوشيال ميديا، معكم هذا العيد كوتي ميكرو، وسعيد جدا كالعاده ليكيب باش ترافقني اليوم. نبداو بالكابيتان وحامدي، مرحبا. مرحبا بك مادو خويا بسادة مستمعين IFM، شكور الغالي سليمان ديبالا لبلاتو زون سبور. مرحبا كامير زعيم بيه ديبالا. مرحبا مهدي، مرحبا بخير الكل والناس تبع فينا، وفرحان برشا انا اليوم خاطر شديد صحيح ما بدلتش بلاصتي انا وشيك قاعدين نحضر بعضنا ما بدلوش بلاصتي خويا، رغم كل المحاولات كان زري اني قال عليه من المعروف ومصلي على النبي عليك برافو. والله الوالد قال لي قول له برافو على اللي عملتوه نهار الجمعه فيش في هنبا. يعطيه الصحة، سلم على الوالد برشا. من توا بربي حاجة واحدة في يمين بعده عليه، لأنه بالحق معناته باش نمشي يا اما بحدا بدر الدين ولا بحدا حمدي باش نقلبوا بعد درجين باش نقلبوا. من توا بدا بصبعه يوري فيا اش فما كمان الورقة. مرحبا بكم زوز اليوم، تبدل اقعد اقعد اخوات وحباب تبارك الله. شاكر يلقى دي زون بوزيتيف بحدا كمال خي حمدي، بحدا كنت برشا تكتيك خويا. لا نحن متفاهمين تعب على عبيتك. ضيفنا اليوم سعيد جدا باش يكون بحذانا الاعلامي والمصور المحترف اوفيسيال دوفليتيا، كان عندي غلطه قول لي بدر الدين الثاني، مرحبا بيك، مقيم بفرنسا، مرحبا بيك، سعيد جدا باش تكون معنا. مرحبا بيك مهدي، مرحبا بالاولاد، سافي بليزير واحد يجي لتونس، عندي مده ما رحتش لتونس. IFM زاد انا تسمى معناتها ولد الدار. صحيح. ميرسي على الانفيتاسيون، ان شاء الله نعديو ساعتين باهيين. مرحبا بيك. البدايه باش تكون الناس الكل تعرف اليوم 15 اكتوبر عيد الجلاء، دونك بنزرت حافله مصلي على النبي، نحكي لكمش لوتوروت والدنيا يا شاكر ما قعقلتهاش بنزرت انا نبي كل يوم نظافه والعفاف صلي على النبي. اليوم تتزامن يمكن هيئه السيابيه اختارت باش تعاود تفتح المقر الجديد نتاع النادي اللي عنده اكثر من اربع سنوات يعني تمت ازالته. معنا قيس بنينه الاونفاي سبيسيال نتاعنا على عين المكان في لوكال السيابيه الجديد. قيس مرحبا بك، اعطينا الاجواء وشنو اللي صاير غاديك. مرحبا مهدي، مرحبا بكل مستمعينا وحتى مشاهدين على IFM TV. مهدي اليوم نهار تاريخي في نادي بنزرت وفي مدينة بنزرت ككل، 15 اكتوبر نعرفوا الناس كل عيد الجلاء ويوم وطني، لكن كذلك اليوم نهار بارز برشا في بنزرت. هوني اليوم موعد افتتاح او تاريخ افتتاح المقر، مقر النادي الرياضي بنزرتي، وكيف اللي هو الى جانب الستور نتاع النادي الرياضي بنزرتي. الحقيقة أجواء كبيرة اليوم مهدي من جماهير النادي بنزرتي، مسؤولين خدامة، رؤساء خدامة، عدد من اللاعبين الخدامة زاد كيف في مقر النادي الرياضي بنزرتي. شفنا اليوم الكأس التاريخية، التروفي التاريخي والبطولة الإفريقية، شفنا عديد من الكؤوس الأخرى والتروفي الأخرين. نادي خلنا نضحك شويه وقت ومع الى جنبي رئيس النادي الرياضي بنزرتي السيد سمير يعقوب، نحكي معاه على النادي بنزرتي وكذلك حتى على المقر اللي تم افتتاحه اليوم. سي سمير اليوم تم افتتاح مقر النادي الرياضي بنزرتي، يقول لي شفنا عديد الاسماء الكبرى اليوم ونجحتوا في وقت قصير انه يكون فما مقر يليق باسم النادي الرياضي بنزرتي. الحمد لله، صحيح التدشين كان يوم في نهار عزيز على الجزائرية كله وعلى التونس كله، اللي هو يوم 15 اكتوبر عيد الجلاء. كان فما تعب وكان فما اجتهاد وكان فما برشا بنزرتية عاونوا، برشا جمهور سيابي عاون من برا من تونس من بنزرت، بوكو دارتيزان عاونوا. الحق تربي كانت فما انغومون باش باش اللوكال ولا الادمنستراسيون الجديده تكمل كما كان بالنسبه للبوتيك. اليوم الحمد لله يا ربي هذا دوسي سكرناه، طموحاتنا كبيره، الضغط نحطوه على رواحنا،
باش نزيدوا نقدموا، باش نزيدوا نخدموا، باش نزيدوا نعملوا حاجات اخرين. عندنا مشاريع اخرى باش نقوموا بها الفات السيابي، ان شاء الله الخدمه تكون على الجانب الرياضي وفي الجانب هذايا وكل شيء يمشي مع بعض، وان شاء الله السيابي نعملوا حاجه اللي تليق باسمها وبتاريخها وبرجال اللي خدمتها ان شاء الله. سيدي امير، حكيت قبيليك على الانجازات القادمه اللي باش تكون في نادي الوزارتي، حكيت على نزل، حكيت على حافله خاصه بالنادي هذا الوزارتي، بخلاف هذا شنو المشاريع اللي نجموا نسميهم الكاريسيه من هنا خلال؟ والله تو تو سويت باش ننطلقوا في الدراسه نتاع سان دي مسكيلاسيون، نعملوها بجنب الملعب الفرعي نتاع 5 اكتوبر، باش تكون على ذمه الصغار الشبان والفريق الكابر. كما قلت انت لازم تكون عندنا حافله تليق باسم السي بي، يونيتي دي بيرجمون ما يخفيكمش اللي سمع، اول عام في تاريخ السي بي ننتدبوا 28 وقرب 30 شاب، الاصناف الشابه معناها ديتكسيون على شان ريجونال وناسيونال، واغلبيتهم تاهلوا، اللي هي حاجه ماهيش سهله وهذه حاجه من تقاليد الفرق الكبرى. ان شاء الله نزرعوها في ثقافة مسؤولي السي بي لا ديتكسيون، وكل عام نحسنوا في المستوى نتاع الشبان نتاعنا، وهذا الاستثمار الحقيقي اللي يكون في الاصناف الشابة. ونأملوا انه غدوة يكون خير من نواحي كل، سواء من ناحية البنية التحتية، التجهيزات، الإدارة، المغازى، دونك برشا حاجات ماشيين مع بعضهم، إن شاء الله ربي يوفقنا، واللي اجتهد ما ينجم كان في الأخر يوصل. حتى كان من يوصلش الاهداف وكل باش يحقق جزء من الاهداف بالتوفيق. سي سمير، نرجع لك مهدي. كما كنت مازال معاك يا سمير قيس، مازال معاك سمير ولا مازال معانا؟ زوز اسئله قيس. السؤال الاولاني يسالوا على لانكس موجود بحدا 15 اكتوبر وقت باش يتم بالضبط. والسؤال الثاني لوكال كبير في حجم السي بي، يكون فما اداره عصريه للسي بي ولا لا؟ سي سمير، زوز من الاستوديو دونك نحكيو على الملعب الفيري هكا. مهدي ملعب لانكس بجنب 15 اكتوبر. لانكس لانكس نحكيو على الملعب لانكس اللي بجنب ملعب 15 اكتوبر. بالنسبه للملعب الفرعي 15 اكتوبر، صار فما لابيل دوفر، البلديه هبطت لابيل دوفر، ان شاء الله يصير ديبويمون على قريب ويدخلوا في ليكزيكسيون، يختاروا شكون باش يخدموا، يكون اختيار صائب، معناها ما يمشيش كان الموان ديزون وبعد بعد نوحلوا في الاشكاليات. ما يخفاكمش هذا اللي لانكس توا عنده يمكن 30 سنه ولا اكثر، من عام 89 على ما اظن طلعنا 15 اكتوبر، يمكن صار لنا 5 سنين فيها 33 ولا 34 سنه. صحيح. ان شاء الله الاغلاط اللي غلطناها قبل ما نعاودوهاش المره هذه، باش يكون عندنا بلاتو سوبليمونتيغ على ديسبوزيسيون دي جون نتاع الكلوب نتاعنا. يظل لي اقل فريق في النخبه عنده دي بلاتو للاصناف الشابه والاكابر على حد سواء. اليوم الملعب الرئيسي 15 اكتوبر يترناو فيه السينيور والجونيور والكادي مع الاسبوار بيان سور، دونك مشكله كبيره. ان شاء الله بدينا نشوفوا في الـ في الـ في الحل اللي هو الملعب الفرعي، ويفاك من الملعب الفرعي بيجيتيزي البسيري بشافته البسيري، و هذا السلطه واعده به قاعده ماشيه فيه. بالنسبه للثاني سمير، نحكيو على مقر جديد، مقر عصري، يقولي لازم تكون فما اداره عصريه الفريق كبير كما النادي الفرنسي. بالضبط، احنا توا قلت ربي باش يكونوا فما اقل شيء اربع خمسه عباد قارين، و حتى التجهيزات الاعلاميه وكل شيء حاضر الحق، باش يكون فما كونتابل قار، باش يكون فما دافور، باش معناها سكرتيريا جينيرال، فما شكون معناها موجود بار سكرتير جينيرال اللي هي فولونتير وعندها خدمتها، فما شكون معناها اللي موجود ديما في المقر، وهذا ما فيش كلام. معناها الباني من غير ما فما ستركتور تابع ما عنده حتى قيمه، دونك هذا كل خممنا فيه وماشيين فيه بقوة ربي، جمع الداخل جمع اللي من بعدها كل شيء يتحط اون بلاس. شكرا سي سمير، عايشك. مشكور قيس، يعطيك الصحة على كل التوضيحات هذيا، بارك الله فيك، وطريق السلامة يا قيس. كما كنت تسمع فيها قيس، قلت لك مشكور، يعطيك الصحة على كل التوضيحات يا قيس. شكرا يا مهدي، شكرا لك. عايشك يا قيس، طريق السلامة ليك. حمدي وكمال لعبتوا زوز في السي اس بي، لوكال هو بيدو هذاك نتاع نادي البنزرتي، تم إزالته وبعد أربع سنين تو في بنية عصرية غالي كبيرة ياسر. هو حاجة باهية وحاجة إيجابية بالنسبة ل نادي بنزرتي، كونه هو باش يعاود اللوكال نتاعو من اول وجديد، ويكون يعني في حله باهيه وحله جديده.
لكن كلمة الحلوة اللي قالها قبيلة اللي كونه مش مهمة تغيير البنية، لازم تغيير يعني التفكير وتغيير يعني المسؤولين يعني باش يقدموا بنادي بزرتي قدام، يخليوهاش يعني تقعد في مشاكل كما اللي قاعدين نشوفوا فيها في المواسم هذه الفارطة. والفكرة ذا والنقطة الثانية اللي قالها واللي هي مهمة بالنسبة لي أنا، اللي هي يعني فالاكتشاف المواهب يعني في الجهويات في الجهة نتاعها، يعني كلهم غادي كل الانتدابات موجودة بالنسبة للنادي بنزرتي تنجم تعود بالفايدة للفريق في حد ذاته، منها للاعبين اللي من الجهات هذية ومنها للنادي البنزرتي. لكن الانتدابات هذية هل ترى فيها مواصفات بالنسبة للناس اللي قاعدة تشوف العين اللي عندها الرؤية ولا لا؟ الناس اللي قاعدة تشم سكاوت. تحس اللي كونه فما اللاعب ذا ينجم يطلع ولا لا، والا فهمت تكون انتدابات اللي تاع فلان وفلان وصاحب فلان والاخر. جوست هذاك اللي صاير حمد ورا. جوست انفورماسيون اكتوالمون هذاك اللي صاير مش كان في سيابي حتى في الكلوب الكل. جوست انفورماسيون اللي بزات سكاوت نتاعو هو منير الماجلي فالكاو اللي كان يلعب في نادي هذا بنزرتي. منير الماجلي هو سكاوت نتاع النادي البنزرتي. اما مشكل النادي هذا بنزرتي راه ماهوش لوكال، مشكل نادي بنزرتي اللي عنده ملعب فقط يدربوا فيه النادي بنزرتي توت الكاتيجوري ويدربوا فيه الجمعيات الكل والمدارس الكل. هذا هو مشكل نادي البنزرتي، ومش مشكل هو برك السيابي، عديد الجمعيات. علاش اليوم نادي البنزرتي بالرغم اللي لاعب في برشا لاعبين صغار، لكن ماهوش النادي البنزرتي اللي خلط عليه انت تلقى فيه 5 6 7 8 لاعبين من ابناء نادي البنزرتي. كمان عندك متعلق صحيح هو المشكل سي عن بيرك النادي البنزرتي اللوكال الجديد سيابي تقعد جمعيه كبيره تستحق دائما اشياء في قيمه الفريق لوكال جديد. علاش ليه نشوفوا لا نيكس كيف كيف نتاع 15 اكتوبر يكون حاضر زاده كيف كيف عنده 12 سنه شاكر مسكر لا نيكس نتاع نادي بنزرتي. لا نيكس تاع 15 اكتوبر من اللي كنت موجود انا في سيابي 2012 مسكر من 2012 من 2012 حتى 2014 هو مسكر سكر. من 2012 حتى 2023 هو مسكر. يعني توا سيابي يعني توت لي كاتيجوري قاعد يترينو في تيران واحد دو يعني البسيري ما قدوهش لا نيكس ما فماش. كيفاش انت تحب تطلع من لعبيه صغار يفيدوا اللي في الكيب سينيور ولا عندهم مستقبل؟ المستقبل بتاع شنو؟ مستقبل يترنى في ربع تيران مستقبل تقولي على مستقبل؟ الى متى باش تقعد الجمعيات تعاني والى متى تقعد رؤساء نوادي تعاني الى متى؟ يعني مش من الحاجات هذوما مش من مشمولات النوادي والا مش من رئيس النادي مطالب هو باش يعمل التيران هذايا ولا يعمل الانكس هذايا. لا الدوله لازم تتدخل في الجمعيات. فما نوادي لازم يكون موجود فيها ملاعب تنجم تدرب فيهم الصغار يدربوا فيهم الشبان تنجم يلقى وقت باش يتمرن فيه. مش معقول سينيور تترينو بعديك جينيور والمينيم واللي كون توت لي كاتيجوري يترينو في تيران واحد وبارفوا ترقى دو كاتيجوري يترينو في ارض وقت راهو اشتر من هنا واشتر من هنا. دونك الى متى باش نقعدوا نحنا نعاني ونقاسي ونقعدوا نتكلموا ونقعدوا نتكلموا من وقتاش لانكس 2012 من 2012 اوني 2023 داخلين على 2024 قبل ما يتسكر 15 اكتوبر وصدقني ماهوش يصير في حد شيء. باش نقولها لك من تو ماهوش يصير في حد شيء عام وعامين وثلاث سنين اخرين ماهوش يصير في حد. خلينا نخرجوا بيبا هذاك نحكي على الحاجات الايجابيه التيكواندو. اخرج عز بيبا تسمعوا في زون سبور على يافيم كنا نحكيوا على السي بي باش نبدلوا ديسيبلين من الفوت نمشيوا للتيكواندو. حدث تاريخي للتيكواندو في تونس زوز ابطال حقوا جائزة الكبرى في الصين في راس قطوسي وخليل الجندوب. نبداو في راس قطوسي معنا مباشره في راس مبروك بركيك عايش ويعطيكم الصحة على الجائزة الكبيرة هذيا للأمانة يعني كان يوم تاريخي لتونس في راس. والله كان انجاز تاريخي معناها كبرى معناها ما صارتش من قبل في جائزة كبرى روحنا معناها بديمي داي دور وترانكينا الويل على برشا بلدان اللي متسمى عليهم تايكوندو كيما كوريا كيما ايران كيما امريكا معناها الحمد لله دي حاجة تشرف على الاخر. كان باك ممتاز ظهر لي بعد غيب على التتويجات في راسه صحيح. والله الجران بري اللي فات خسرت فيها ومعناها كنت حاد في قلبي على الاخر لخاطر الميداي بي لازمتني برشا وتعاوني برشا على الرانكينج باش نترشح سون كاليفيكاسيون والحمد لله معناها طلعت على البوديوم وذهب ورجعت لبلاصتي معناها والحمد لله تنجم تقول 90% ولا اكثر ضمن تروح فينال مع الكوري جنوب سيوض هالي فينال مع الناس اللي خلقت تيكواندو في راس. صحيح صحيح الكوري هذاك ديجا لعبت انا وياه عامناه في فينال في جران بري مانشستر وخسرت معاه وسنة الحمد لله تقابلنا في فينال وربحت. باهي نحكيو شويه على الاولمبياد. الاولمبياد على الابواب قريب برشا لوبجيكتيف في راس وتو الحلم كبر ظهر لي
ان شاء الله. هو الاوبجيكتيف نتاعنا من قبل، اول حاجه معناها الخطوه الاولى نترشحوا ما غير كاليفيكاسيون، والخطوه الثانيه ان شاء الله نكونوا على البوديوم الاولمبيك ان شاء الله. ان شاء الله انجازات 100% تونسيه، ما تونسيا كتبت انت اكثر من هكا ما عادش ما فماش تعليق. تونسي تونسي ومطبوع زاد. مشكور فراس، يعطيك الصحة وإن شاء الله تكون بحذنا في القريب العاجل إن شاء الله. فراس إن شاء الله عايشك عايشك، يعطيك الصحة عايشك. شاكر فراس قطوسي، ظهر لي مفاجأة بالنسبة للتونس الكل في 80 كيلو هز الميدالية الذهبية في دورة الاسيا. شوف لي سبور هذوما الحقيقة طول عمرنا نقولوا عليهم مفاجأة، أما هما معناتها بالحق، معناتها هما دي شامبيون بالحق، معناتها تشوف وقت تشوف كيفاش يحكي وكيفاش يتكلم. خليل جندوبي بيرسونيلمون كنت حاضر في لي جوز اولمبيك نتاع طوكيو، بدر الدين يدور لي من عرش كان كان معانا، معناتها الحقيقه بيرسون ما كان يستنى في حتى واحد، معناتها كيف نفس الشيء بالنسبه الحفناوي صحيح. نفس الشيء او يعرف معناتها بدر الحفناوي للتاريخ معناتها كنا موجودين نغطيو في لي ديسيبلين الكل، الحفناوي خلطنا عليه خلوط معناتها حتى نكونوا واضحين، نعرفش بدر الدين لا انا مشيت وقتها نصور في 11 جبر قسمنا بعض ولا باش تفهم معناتها ما كانش فما وقتها حتى في الاعلاميين وحتى في اللجنه الاولمبيه ما كانش فما توقع، خاطر فينا الماء وقت اللي تبدا انت تتوقع اللي عندك شامبيون ولا انا اتليت باش يهز ميداي اولمبيك الناس كل تمشي، ما تنجمش نقسموا بعضنا نمشيو الاونس وواحد يمشي ديسيبلين بورس وواحد يمشي ناتاسيون، فاهم علي؟ دونك فينالمون هذوما زوز عملوا المفاجاه الطيبه بالنسبه للالعاب الفرديه في الالعاب الاولمبيه. اليوم فراس ولا خليل وقت اللي تسمعهم يحكيو ويقول لك رانا ما نرضاو كان بالذهب، سيتو معناتها فما حاجه بعيده على السبور وبعيده على الكوره وبعيده على الفلوس وبعيده على معناتها شوفرت لهم الدوله هذه والظروف اللي يتدربوا فيها، خاصه وقت اللي يسمع معناتها ميدين تونيزيا معناتها كل شيء تونسي. نفس الشيء كان الحفناوي في وقت من الاوقات، اليوم يظهر لي معناتها إلي طون بالحق معناتها باش فينالمون نزيدوا نحلوا عينينا على الناس هذوما، حتى نحن كاعلام معناتها نتلام وحقنا نلوموا على رواحنا، لانه ما فماش مانيش قاعد نشوف في برشا برامج يحكيوا على الالعاب الاولمبيه. اليوم الالعاب الاولمبيه مازال ما قل من 300 يوم، معناتها 280 يوم حسب ما نتبع. دونك فينالمون الناس هذم قاعدين يخدموا واحنا قاعدين فقط نحكيوا عليهم وقت اللي يهزوا الميداليه وقت اللي يطلعوا على البوديوم، ولهنا نحيوهم ونقولوا لهم فريمون 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 برافو، وراهو الانجاز بتاعكم وحدكم حتى واحد نجم يقسم. بعد في راس او خليل معنا في المباشر، خليل جندوبي. خليل مرحبا بيك. مرحبا بك ومشكور على الاستضافه. واجب علينا باش نستضيفوك انت كما كان يحكي شاكر تو، احنا انتم مظلومين اعلاميا، واليوم هزيتوا بطوله الجائزه الكبرى في الصين، ميداليه ذهبيه ظهر لي في وزن 58 كيلوغرام، ظهر لي مع كذلك كوري جنوبي جون، ظهر لي كان مانيش غلط خليل، كي حكينا على المباراه كيفاش كانت؟ لعبت ساعه في الدمي فينال مع الكوري نتاع ال 54، عمل بطوله عالم ديجا في مياي، ولعبت مع جان جون في الفينال، والجائزة الكبرى هذه كانت باش تحكم شكون اللي باش يطلع في التصنيف الاول وشكون باش يبقى فيه. صحيح، وانت رجعت التصنيف الاول. انا رجعت التصنيف الاول، والحقيقه كانت مباراه معناتها مع هو صعيبه برشا، واحد معناتها باش يسترجع البلاصه نتاعه والاسم نتاعه، وأول ميدالية ذهبية باش تكون في الجائزة الكبرى، واحد معناتها ركز على الآخر باش يحاول يفوز على الماتش هذايا. ترشحت الأولمبياد خليل، ظهر لي مسؤولية كبرت أكثر بعد الفضة في طوكيو، الناس كل تو تستنى فيك في الذهب في باريس. إن شاء الله إن شاء الله نحن نخدموا على ديما نخدموا على الذهب، إن شاء الله نكملوا مازلت عندنا بطولة إفريقيا والجائزة الكبرى تاع مانشستر، ان شاء الله ان شاء الله نحضروا بالجزائر الجزء الاولمبيك، وان شاء الله نكونوا في مستوى نتاع طوكيو ولا اكثر ان شاء الله، ونفرحوا بفاز. خليل معايا في البلاتو بدر الدين اثنين اللي كان معاك في طوكيو في الصين في طوكيو جوز اولمبيك طوكيو وقتها، وخر شلعب دومي فينال وانا بعد التونيل نشجع فيه وقتها وذكر بالكدا وقتها خليل، لكن خليل ما بين الفينال كنت وقتها كيلكو سكوند باش تهز الذهب خسرت ضد الطلياني ايطالي، وما بين اليوم شنو اللي تبدل فيك؟ تبدلوا برشا حاجات، ولت عندي خبره واكسبيريونس اني نجم نكمل معناتها الطرح نتاعي للاخر، ونجم نفك الطرح اذا كان انا خاسر، خاطر اللحظات اللي حكموا في طوكيو هما
الخبره كيفاش معناتها تنجم تستحوذ على الفوز نتاعك هذيك الحاجات اللي كانت ناقصه في توك. شاكر كان عندك سؤال لخليل. بون خليل مره اخرى ساعه نقول لك مبروك وفينالمون معناتها الحقيقه معناتها من لي زاتليت اللي مفرحين برشا توانسه في السنين الاخرى حاجه واحده خليل الحقيقه تونس محتاجه لكم معناتها مشرة ونحكي لا معناتها ما نحبش لغه الادارات والوزارات واللجان الاولمبيه تونس نقصد وقت اللي نقول تونس هو الشعب التونسي بابلوس معناتها حتى حد لا معناتها لانه حتى حد ما قاعد يتعب كيفكم وحتى حد ما قاعد يعرف ظروفكم الشعب التونسي في الوضع هذا وفي الوقت هذا صعيب باللي قاعدين نعيشوا فيه على جميع المستويات راهو ميداليه ذهبيه اولمبيه راهو تنجم تهز شعب كامل من الايتا واحد اخر وهذا عشناها معاكم وان شاء الله يتعاود يتعاش معاكم ومع ديزات ثلاثه اخرين ان شاء الله في باريس ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا التونس اللي يستمعوا فينا وان شاء الله ديما فرحانين وديما منورين تونس ورافعين الرايه. يعطيك الصحه خليل. تعليق في الاخر خليل انت وفراس اليوم ظهر لي فراس القطوسي كذلك هز ميداليه ذهبيه كيفاش تعيش انت وياه تو الدورات هذوما خليل؟ والله الحمد لله ربي رانا نحن حذرنا لها مع بعضنا هو كان مستحق اكثر انه يعمل ذهبيه باش يرجع في التصنيف ويترشح للاولمبياد بالتصنيف مثلت له المرحلة الأخرانية بركة اللي هي بطولة إفريقيا إن شاء الله يعمل فيها ذهبية وقلبة الله يترشح من التوب ساعة. مشكور خليل وإن شاء الله ذهبية إن شاء الله في باريس إن شاء الله. عايش أعطيك رأيك حمدي عندك تعليق خوي تحب الرياضات الفردية نعرفك أنت وكنت تحكي في الكواليس تو عليها رياضات يحكي الفردية. على بريسلي ها ربح جنجون والله يعطيه صح إن شاء الله بعد أرمسته أرمسته تحية لكل لا جست انا اعطيهم صحة والولاد اللي بالحق شرفوا تونس واعطاو يعني صورة حلوة على تونس وديما منورين تونس والناس الكل اللي في اي بلاصة يراو العلم التونسي موجود يروجوا يعني الوطن متاعنا في البلدان الخارجية. لكن هنا انا نحب نحكي على حاجة اللي الرياضة الفردية متاعنا نحن يعني فيها برشا مشاكل الحقيقة يعني بالرغم الميداليات موجودين يعني ورز ما والحمد لله أما لكن لو نهتموا أكثر وندعموا أكثر الرياضة الفردية في جميع أصنافها خاطر فما زادة برشا ناس عندهم طموحات اللي هم ناقصين شنو ناقصين الدعم بون ما حفناوي وإلا القطوسي وإلا الجندوبي يعني تو لاقينا الدعم بحكم اللي عملوا نتيجة أما الأخرين راهو يلزمهم يعملوا نتيجة باش يلقاو الدعم ما فماش دعم قبل ما يعمل النتيجة ديما النتيجة تفرض عليك هي الدعم وهذا هي المشكلة اللي نحن ما نشلاهين به نحن في تونس يعني نحن نستناو خويا الذهبية نستناو البوديوم ومن بعد والله نفكر نقولوا هذا يلزمنا ندعموه ألورك نحن عندنا من الكفاءة من البوتنسيال من الخام مادة الخام موجودة في الرياضات الفردية علاش نحن نقعد ونستناو كان في البوديوم وما نحاولوش نبنيو الجيل اللي طالع ويحب يطلع ويحب يمشي لقدام ندعموهم بالوسائل الكل لانه بالحق الرياضه الفرديه مهمشه بطريقه كبيره ياسر. يعطيك الصحه حمد كمال هي مش الرياضه الفرديه مهمشه هي الرياضه في تونس بصفه حتى جماعيه ولا كيف هي الرياضه الفرديه هي اكثر من انا معاك في الكلام في الرياضه الفرديه نحن ما نعرفوا الرياضي ناجح كان وقت اللي هز ميداي وقت اللي وصل الفينال ولا هذا شنو عملنا له باش وصلنا للفينال شنو عملنا له باش خليناه يوصل ميداي خليه وحده كان نجح هاكا الناس الكل تتصور والناس الكل تبدا موجوده والناس الكل تحب الدعم وتبداو يبداو واقفين كان ما نجحش هاكا سيدنا خليه بالراس وهذاك اللي صاير باش يقعد يصير واللي صار اليوم سامحني كمال واليوم اللي صار هو اليوم عملوه مستقبل من الاولمبيه ومن الوزاره ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم ولمسه يعني حلوه ما قلناش لا اما اعطيني من بعد انا ديما نقولها باش تعمل نقول لك حاجه كل شيء الدعم بتاعك كل شيء من ثوره لتو كل شيء في القطاعات الكل القطاعات الكل تحس اللي فما صحيح القطاعات كل تمست وتحس اللي الدولة قاعدة تحاول تحسن في القطاعات الكل الاقتصادية ودرا شنو ودرا شنو برشا أشياء إلا قطاع الرياضة ما تحس اللي السبور في تونس بعيد على روحه ما فما حتى حد يتدخل فيه السبور في تونس يدبر ريوسهم يتصرفوا وحدهم لعبوا ما لعبوش نجحوا ما نجحوش هذاك موضوع ثاني ما فماش ما تحسش فما إرادة سياسية في تونس باش تحسن الرياضة
راهو في البلدان الاخرين يستثمروا في الرياضه، يستثمروا في كره القدم باش البلدان تتقدم، بالشعوب تتقدم والعقليات تتبدل. نحن العكس، نحن العكس من الثوره لليوم، من الثوره لليوم الملاعب نتاعنا ما عندناش وين يتمرنوا النوادي نتاعنا، امكانيات ماديه يعني على الحديد كما نقولوا التوانس. الرياضات الفرديه ربي معاهم بالحق، ربي معاهم. كان جا فلتة، كان جا ذهبية مرحبا بوكينا وارو في المطار نستقبلوه، كان ما جاتش هاكا دبر يوسف والواحد تصرف وحده. دونك ما فماش حاجة تخليك اللي أنت تشوف الرياضي في تونس يبدا قاعد في بلاده ويقول اه انا بوتيتر نجم ننجح، عندي مستقبل في البلاد في السبور، نجم نعمل حاجه، نجم نقدم. مش ما فماش مشاريع، مشروع يتحط ويتبنى على على اساس عندك هدف توصل له. هدف نتاع شنو؟ ما عندناش رؤيه. بيان سور الفلوس استراتيجي، ما عندناش رؤيه، ما عندناش اراده باش نحسنوا السبور نتاعنا، ما عندناش اراده باش نعطيو قيمه للرياضه نتاعنا والرياضيين نتاعنا. تي نحن الرياضيين نتاعنا نكرموهم كان وقت بعد ما يتوفاو. صحيح. بعد ما يتوفيه وقتاش نكرموه؟ وقت اللي يمشي الراجل باش يدفنوه وقتها نجبدوا ورقه نبداو نكرموا فيه. انت تعرف كمال، سامحني، ما تعرف قداش من رياضي من رياضيين النخبه اللي هما مع تهزين القاب حرقوا برش عشرات برش. ديرنييرمون الجمعه هذه ان بورسور حرق صحيح ومشى لايطاليا وتكلم في الاذاعه، سمعناها الناس الكل. سمعتوش الوزار؟ لا، رفع الاثقال زاد فما خمسه وسته. سمعتوش الدوله التونسيه؟ تعرف علاش مشى؟ انا سمعته في قال نحب نمشي وحرقت لايطاليا، نحب نلقى صاله نجم نترينا فيها، نحب نلقى ظروف نتاع اونترينمون، نحب نلقى جمعيه توفر لي معناتها الساكن نتاعي باش نجم نترينا وماكله باهي باش نجم نكون بيرفورمون وشامبيون. قال في تونس ما لقيتوش، عائلتي متواضعه ما نلقاش مويان دو ترونسبور، ما نجمش نمشي نترينا في المنزه، ما نجمش نمشي كل يوم نترينا، نهار نترينا ونهارين لا. دونك فينالمون حتى الانسان هذا راهو عنده ثلاثة ايام ما عندوش، معناتها مش نحكيو للناس اللي يسمعوا فينا، مش نحكيو راهو عوامل تالي. انا قلت لك هذا اخر مثال وماهوش الاخر، معناتها باش يكون فما برشا هذه تتطلب برشا فلوس، هذه تتطلب لانه انسان وقت اللي ما توفر برشا فلوس باش ما نعرفش. انا مش نحكي دو سالير جوار دو فوت، دو سالير جوار دو فوت في البيك فور عندنا في تونس، فهمني؟ دو سالير يحلوا لك برشا مشاكل في الرياضه الفرديه. تعرف بدر الدين، نقول لك حاجه، الوليد هذا اللي معناتها حرق البورسور اللي حرق هذا الشامبيونان نتاع تونس قداش خذا فلوس؟ 300 دينار ما يجم يعمل حتى شيء، حتى 300 دينار ما يجم يشري بهم الواحد نتاعو حتى لي غون نتاعو. معناها فما حاجات معناتها بصراحه، فما كلمه ما يحبوهاش، ما يمكن ما كيتش سامحوني، معناتها ما كيتش واحده اخرى هذه تمنيت يتسمى معناتها بصراحه، وسامحوني للناس اللي معناتها الكلمه ما تعجبهمش، ما كيتش معناتها ليكيفالون نتاعها ولا الكلمه السينونيم نتاعها، مي فينا المو يتسمى بالحق. معناتها شنو معناتها انت تجي واحد شامبيون في رياضه ياخذ 300 دينار ياخذ 30 دينار ولا 25 دينار كل شهر منحه، ما عادش بتاع شنو باش ياكل بها ولا باش. معناتها الرياضه محكوره فينالمون. انا علاش قلت من الاول حتى نقعد متناسق مع روحي، القطوسي والجندوبي والحفناوي وبكلهم راهو الانجازات نتاعهم تحسب لهم فقط، وراهم من حق فقط ناس اخرين معناتها تبارتاجي معاهم الفرحه نتاعهم هو الشعب التونسي. المسؤولين بمختلف مستوياتهم قبل الثوره وبعد الثوره ما يستحقوش انهم يكونوا ويشاركوا في الفرحه نتاعهم كل صراحه. كمان حكيت على البنيه التحتيه، باش نرجع لكم على البنيه التحتيه، علاش فما اجماع كبير يقول لك بعد الثوره البنيه التحتيه خير؟ علاش كنا باهين قبل احنا الثوره؟ ليه كنا في وقتنا يعني الدنيا تطورت، كنا في وقتنا يعني كانوا فما ملاعب، وكانت فما الملاعب في صفاق تنجم تلعب، في سوسه تنجم تلعب، في المنزه موجود، في رادس موجود، في بنزرت كيف يعني فما ملاعب، فما كانت الدوله تهتم بالرياضه. كان فما مسؤول كمال، فما مسؤول كبير اللي هو عاطي اهميه للرياضه ويحب ينفستي فيها، اللي هو كان الرئيس الاسبق الله يرحمه، كان عنده رؤيه وما ويعني اراده يحب الرياضه نتاعنا ينهض بها. هاو الفرق سياسه البلاد، هذيك سياسه الدوله يعني سياسه البلاد. هو عاطي تفرق كي تبدا فهمت علاش قلت اراده؟ الاراده منين باش تجي كمان؟ سامحني باش تجي من رئيس دوله، هنا من اعلى هرم في الدوله هو اللي هو تكون عنده الاراده، والاراده هذيك يعني تنفيذها كيفاش باش يكون؟ هي راهي وحمدي كلامك صحيح، اما حاجه واحده حتى من ما نردوهاش اراده وسياسه الدوله ونبداو نحكيو بالكبير. في وقت من سياسه الدوله يا شيخ، في وقت من الاوقات باش ما ننساوش طارق دياب كي شاد وزير خدم على روحه، لانه هو يغير على الرياضه، لانه هو يلقى منين يجيب لي مويان، بنا برشا تيرانات
وعاود برشا تيرانات وعاون برشا ديزاتليت في الانديفيدويل وفي السبور كوليكتيف، وفما برشا ديزونترونور كانوا يعيشوا وضعيات صعيبه ولا دي جوار قدام كانوا يعيشوا وضعيات صعيبه، وقف معاهم ماديا وتحدى البروتوكول نتاع الاداره نتاع يلزم ابيل دوفا تحديه وخدم، لانه بالحق مهتم والسوسي نتاعو الرياض. خلينا نكمل، ماهيش مربوطه راهو بسياسه الدوله. انت وزير، انت وزير جي انا معناتها رئيس دوله ولا حكومه، نحطك وزير ليه بالرياض، وزير شؤون الشباب والرياض. انت عندك وقت اللي انا نحطك وزير شؤون الشباب والرياض، انت مكلف باش تعمل سياسه الدوله، انت تقول لي شنو تحب نعمل. اما وقت اللي انت تبدا، خلينا نكمل جوست باش في 10 ثواني حمد، انت راك مسؤول على سياسه الدوله، من علاش اسمك وزير انت؟ شبيه الوزير الاخر اللي خدم ونجح؟ وش بيك انت ما نجحتش؟ يا اخي هو برشا وزراء نجحوا وبرشا وزراء ما نجحوش. فما في الحكومه بيدها تلقى وزير بارز، مش نحكي على وزير رياضه برك، نجم يكون وزير صحه ناجح في وقت من الاوقات، هاو برشا نشاهدوا لهم. يا اخي سياسه الدوله وقتها كانت مع الصحه بافري، انت مسؤول عندك المسؤوليه، يلزمك تقدم بالاشياء هذه. ملعب المنزه، ملعب المنزه وقت اللي يتيح ويتعاود واحنا كل يوم نتعديه من قدامه وما نلقاوش افونسمون، انت الوزير راك تسكن وراء المنزه، معناتها الخدمه نتاعك وراء المنزه، راك وقت اللي تبدا في بيروت تشوف معناتها احنا باش نجيو توا نكتبوا على بعضنا باش يحضر في 2024 استاد المنزه. معناتها فما واحد ينجم يقول تو باش يحضر في 2024 نوفمبر 2024 مازال عام. انت شاكر اليوم صاي برشا صاي برشا فينالمون مع تستاد سوسه تصير فيه اخلالات، وينها لونكيت؟ اعطينا كوزاره لونكيت نتاعك يتسكر اربع سنين ويصير هذا الكل فيه. صحيح سامحني، انت وصلتني الكلمه مهمه، يعني اذا ما يجيش مسؤول يحب يخدم، لا لا مثالش لا ما حد، اذا ما يجيش مسؤول يخدم بالحق بضمير ويحب يخدم وعنده مشروع ويفرض المشروع هذاك ويخدم بحقيقه ويعمل كل شيء، نجم تجيب دي سبونسور كوزير، نجم تجيب دي سبونسور، نجم تتعامل مع شركات البر، تتعامل مع دول البر، هذه علاقات. اذا انت ماكش قادر باش تعملها يعني خويا فينا خلاص يشكل هو باش يكمل لك كمل خلي كمل حمد الفكره. يعني انت باش تقعد مربوط بمسؤول يلزم يفرض يعني هو المشروع نتاعو ولا الرؤيه نتاعو وعنده يعني العلاقات والاخرين لا، هذه واحد. اثنين يا اخي الاخرين فهمت كي كانوا المسؤولين شكون كان يتابع فيهم؟ يا معلم فوق. ها قلتها بفمك يا بدر الدين. بن علي كان يتابع. شكون اللي ما يخدمش؟ عنده هو رؤيه وعنده قرارات وعنده كلام. صحيح ليه صحيح. تعمل يا ما تعملش. يا اي بلغه اخرى تعمل يا ما تعملش. فهموك انا علاش قلت؟ اما توا انت نقعد نستنى، سامحني كمان، يعني انا نقعد نستنى انا مسؤول وقتاش باش يهديها ربي يخدم بحقيقة يعني بالحق باش يجيب لنا العلاقات ويخدم وفي صالح الرياضة التونسية. هاي ما جاش باش نقعدوا إلى وإلى بعد. بلاش نسألك سؤال يا حمد، فما تحس فما إرادة سياسية اليوم لتحسين الرياضة في تونس؟ ما فماش قلت فردية ولا جماعية. يا ودي ما هو هذا، يا ودي الملاعب قلت لك أنا بارابور الثورة وتوا. حمد يا ودي الملاعب نتاعنا ما عادش عندنا، ما عادش عندنا ملاعب يعني ما عادش عندنا استادات باش نلعبوا فيهم ماتشوات. يا رسول الله استاد سوسة مازالوا كيقادوه، استاد سوسه مازالوا كيقادو بارك نجمو نلعبو فيه كو شامبيونز ليغ، يعني ماهوش هومولوجي باش تلعب فيه ليتوال معاك يا مولاي. ومن بعديك تجي سوا تو بعد المشاكل هذه الكل، بعد المشاكل هذه الكل يجي الوزير يجي استاد سوسه كامل زين شهر ونص. لا لا خلينا نكمل هذاك. بعد يجي الوزير ها يدخل ويبدا يعاين في الاشكال. يا اخي الاشكال من اليوم هو قديم عنده يعني مقام. علاش انت ما فماش سويفي من اللي تبني استاد استاد زويت نقدم معاين اعمل انا زويت المنزه كما قال توا منزه تحب له 3 سنين باش يحضر، المنزه 3 سنين باش يحضر، يعني عندنا استاد برك هومولوجي في تونس كامله وبالاكتاف هومولوجي وفي برشا حاجات. يعني بنزرت قداش من عام قاعد مسكر بنزرت نقولها انا كان مش الوزير. مش ما تقوليش مش مسؤول والله يتعمل. لا 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 مش الوزير، مش الوزير، الوزير ما ينجم يعمل حتى شيء، الوزير ما ينجم يعمل حتى شيء. كمان خل لحظه حمدي خل نشوفوا بدر الدين هاو يعيش في فرنسا تبارك الله كيفاش يرى الوضعيه نتاع ما نجموش نقارنوا. صحيح كنا عايشين 23 سنه في ديكتاتوريه لكن عملنا دو كوب دافريك، عملنا جو ميديتراني، عملنا كوب دي موند نتاع هونت، فهمني. بن علي كان يحب الرياضه فهمني. توا عندك مشكل جاي الايامات الجايه اللي العباد مازالت ما فقدتش به الكلوب، ما باش تلعب الكاف باش تلعب في رادس، مش يقولوا الفيراج ما يتحل لما في كراسي فيراج الكلوب فيه كراسي توا لا باش يركبوهم في ثلاث جمعات. لا مشكل باش تهز جمهور الكلوب باش تحطه في فيراج الاسبيرونس، اسكو باش يقبل لك جمهور الكلوب؟ خممنا فيها هذه
مو نحن تقدرنا بالكوب دافريك ما في بالناش. فهمني؟ سيف كامل راه قديم فاش قاعدين نعملوا. لا 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 بالحق بالحق. سيف كامل راه قديم فاش قاعدين نعملوا. خلاص نقول لك لا لا. جيت على بكري. بالحق في تونس نحن تقدرنا اللي فما كوب دافريك. في بلد ما في ماء احنا في هذاك. لا في بالهم بعد الصيف، بعد الصيف يا حي. تقدرنا كيف كيف على ستاد سوسة اللي ما فيهش موج مولوجي. هاك عليه مشينا نعملوا في زيارات. ونوعدكم ان شاء الله في البلاتوات الجايه باش نحكيوا برشا على انفراستركتور، خلينا نحكيوا شويه على تونس. وكوريا الجنوبية ربحناهم في التيكواندو ويغطونا أربعة في كرة قدم. نحكيوش بغاية شوية أخرى على كرة قدم. تسمع في زون السبور، نحكيو توا على الكرة. تونس كوريا الجنوبية أربعة بلاش. نبدأ بيك كمال، شنو اللي صار باش نراو المنتخب؟ برشا بلاتوات تحكيو على التكتيك، احنا باش نحاولوا نشوفوا زاوية أخرى. شنو اللي صار المنتخب باش خسر أربعة بلاش؟ صحيح خسارة توجع، أربعة بلاش هزيمة ثقيلة بالنسبة لنا احنا المنتخب التونسي، بالرغم اللي عملنا الشوط الأولاني، عملنا شوط أول على المستوى التكتيك وعلى المستوى الدفاعي كان شوط بالنسبة لنا ممتاز، ما كانتش فما برشا أخطاء كبيرة في الشوط الأولاني، ما خليناش المنافس يلعب. الشوط الثاني أنا نعتقد العامل البدني سو لو بلون أتليتيك المنتخب التونسي طاح شوية، وقت اللي تلعب ضد كوريا الجنوبية وعنده عناصر خاصة في خط الهجوم عناصر ممتازة، على المستوى البدني المنتخب التونسي طاح شوية. شوف رحلة طويلة وماتش كوريا والجابان، دونك ندخلوا في برشا حسابات والمدرب يدخل في برشا حسابات، مش يعني مش وقت اليوم اللي باش نقولوا المدرب بيه الملاعبيه بيهم وعليهم ومش ملاعبيه باهين ما يستحقوش المنتخب. هذا كل فما حاجات اشياء وقت اللي عملنا ضد مصر ما حكيناش فيهم ما تكلمناش عليهم، خاطر ربحنا 3 بواحد وكان هذا واحد اليوم صحيح. خسرنا 4 مع كوريا، ماهوش مصر ماهيش كوريا الجنوبيه. لا 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 ما يلزمناش نحن الخساره، ما يلزمناش الخساره، في عوض نصلحوا بها رواحنا نزيدوا نغرقوا بها رواحنا. شو معناها كي نغرقوا بها رواحنا؟ كي ندخل انا نتاكي المدرب وندخل نتاكي ستاف تكنيك وندخل نتاكي الملاعبيه، وقتها وين نبدا نغرق في روحي؟ وقتها وين نغرقوا رواحنا؟ في عوض نحن نشوفوا الاسباب، شو ما نجموا نعملوا، شو ما نجموش نعملوا، شكون الملاعبيه اللي يستحقوا باش يكونوا دي تيتولير، شكون الملاعبيه اللي ممكن كي نحطهم على البنك ويدخلوا يلعبوا كل 25 مينوت و 30 مينوت يعطيوني اكثر من اللي يلعبوا دي تيتولير. شو اللي ما مشاش وقت اللي لعبنا ثلاثه في اللاكس؟ شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش؟ الملاعبيه اللي يستحقوا باش يكونوا موجودين الليسا، اسكو فما ملاعبيه خارج الليسا يستحقوا باش يكونوا موجودين ولا؟ هذوما اسئله نجموا نحن نسالوهم، اما مش نجي انا اليوم سامحني مع كامل احتراماتي للبلاتوات الكل واللي قاعدين يحلوا الكل، رايك رايك مش يجي انا اليوم باش نقول نبدا المدرب ما يستحقش يكون موجود في المنتخب. والله الملاعب الفلاني حنا بعل المجبري ما يستحقش يكون موجود اساسي، راجل يلعب في مانشستر يونايتد. باش نعطيك اكزامبل تو باش نحلوه في بلاتو واحد رسول الله، بعديك تجيني في ليكيب ناسيونال تقول لي ما يستحقش، وين يحبوا يلعب؟ يلعب فين يعني؟ يزمو يلعب في مانشستر جمعه وبعديك يلعب في الريال جمعه جاي تيتولير ولا ما فهمتش انا كيفاش نخم؟ دونك نلقدوه على المستوى الاداء معاك، بالكش التوليفه زاد بالكش فما الناس تحكي على التوليفه. سمعت توليفه نتاع المنتخب يقول لك فما ملاعبيه ما تنجمش تلعب مثلا قدام كوريا الجنوبيه، برشا عباد يحكي لك على محمد علي برمضان يقول لك وينو محمد علي برمضان؟ موجود في الماتشات اللي ربحنا فيهم يكون يعطي الفسخ في وسط الميدان. مو ذاك احنا اللي ذاك اللي غلطنا على خاطر نحن قاعدين نعطيك في اراء الناس نقول فيهم قاعدين ناخذوا في بلاصه المدربين. صحيح تو المدرب انت تو عشت معاهم انت في فتره كامله في لي زونترينمون وتعرف الوضعيه نتاعهم وبعد صفر شيء الوضعيه البدنيه نتاعهم وكيفاش يجموا يلعبوا ولا ما يجموش يلعبوا. كلمه تريز امبورتون قلت تو صفر. اي انا قلت صفر. احنا كنا في الجابون 2021 انا وشكري. شكر. شكر سامحني. يلزمك ما بين 7 و8 ايام باش تلقى ليكيليبر نتاعك. صحيح. ديكالاج راهو كي تمشي البارتي الاخرى مش كيما تمشي بارتي امريكا والبرازيل سي با لا ميم شوز. يلزمك راهو ما بين 7 و8 ايام تذكر وقتها شاكر نرقدوا وجو الصبح كي تطلع الشمس نحن وقتها نرقدوا، هما الوقت اللي لعبوا فيه الماتش نورمالمون ساعتين من بعد يبدا في الفرش اللي هي الاربع تاع العشاء في تونس راه ولا في الاوروب، معناتها سي تري ديفيسيل. انا نقول ما نجمو نحكم على ماتش نتاع نهار الجمعه الا ما نشوفوا شنو هو الروندومون ضد الجابون. صحيح الجابون في الخمسه ماتشات الاخرانيين ماركي 22 بيوت عملنا 5 فيكتوار واربعه منهم اربعه واحد مع المانيا ومع كندا وربحت 6 سنوات. معناتها ما نجمو نحكموا 100% والاكثريه نقول سي ان اكسيدون دو باركور فهمني، لانه نحن ليكيب ناسيونال تاعنا اللي امبريفيزيبل الماتش اللي تحطها باش تربحوا تخسروا والماتش اللي تحطها باش تخسروا معناتها تربحوا. شفنا ضد نيجيريا في الكوب دافريك، شفنا ضد استراليا
بعد المردود اللي عملناه ضد الدنمارك اللي ماتش ما يتنساش، معناتها انا نقول ما نجمو نحكموا على ماتش نهار الجمعه حتى نشوفوا ربي مهدي. راح نخرجوا بيه ونرجع لك شيك، نخرجوا بيه ندخل شويه فلوس ونرجع لك. هاي رجعنا مزيد الزون سبور، نحكيوا على المنتخب التونسي ويديه قدام امام كوريا الجنوبيه. كمال كان كنت كان بدل شوف المنتخب التونسي تعبنا ما ننساوش حاجه، ما ننساوش حاجه راهو في الكوب دافريك مانيش باش نلعبوا لا ضد كوريا ولا ضد اليابان ولا ضد امريكا ولا ضد كندا، ماشي باش ندخلوا طرف فلوس. لا 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 يعني ماشي نتاع تدخيل فلوس ونشوفوا ولا ديان ماتشوت هذوما ماتشوت هذوما قبل الكوب دافريك تبدا فما خساره وخساره توجع باهي انا نعتقد في وقتها الخساره في وقتها على خاطر بعد مصر ناس كل فرحانه وناس كل عايشين وناس كل ربحنا مصر في مصر وناس كل شيخه وناس كل منتخب والمنتخب والملاعبين ناس تحكي على كوب كاس افريقيا وتحكي على مرتبه ثانيه ومرتبه الاولى بعد مباراه مصر ذكر كلامك صحيح مرتبه الاولى مش هيزو كوب دافريك اليوم بعد ماتش مصر ناس قالوا مش هيزو كوب دافريك تو راهو لو 13 و 21 نوفمبر عندنا دو ماتش كاليفيكاسيون كوب دي موند باش نعملوا فيهم 6 بوان باش ندخلوا في البول تاعنا بالكدا يفو با اوبليي سا خليو الكوب دافريك دو كوتي كوب دي موند انا بالنسبه لي انا اهم الكوب دافريك راهي الفيدراسيون اللي عايشه الفلوس اللي عندها تاع 2018 كاس العالم دخل فلوس راهو خليت برشا ايكيبات في تونس ما تحتش للدو وما تحلتش من الفلوس اللي دخلتهم الفيدراسيون عاونت بهم الجمعيات سي تي لي امبورطون هذه لي دو ماتش تاع لو 13 لو 21 مالي كاس العالم هو بالحق الفلوس تاع الكوب دي موند صحيح كوب دافريك عندها قيمتها اما عندنا دو ماتش لو 13 ولو 21 يلزم 6 بوان باش ندخلوا في الكاليفيكاسيون. ما تخافش بدر الدين ما تخافش بالسيستيم الجديد نتاع الكوب دي موند 10 يترشحوا من الافريق باش تلقى روحك موجود معناتها ما تخممش ما تخممش كوب دي موند وليت ما عادش لوكس توا معناتها ما عادش ما عادش ديما الفلوس. شوف الكاليفيكاسيون نتاع الكوب دي موند برشا فرق برشا منتخبات باش ترشح والكاليفيكاسيون تاع دوزيام تور في الكوب دافريك على خاطر في البول عندك اربعة يترشحوا ثلاثة دونك يزمك تخمم لم بعد يزمك تحضر ليكيب نتاعك لم بعد يزمك تحضر وقت اللي تلعب في الليبول يزمك تحضر الفريق نتاعك تحضر ليكيب نتاعك تكون مش بالمباراة الاولى الثانية الثالثة باش تلقى روحك في دوزيام تور تلقى روحك عندك ليكيب حاضرة البوجيري لي ماتش الاخرين. اما لكن اليوم نحن يا رسول الله احنا بعد ما خسرنا ضد كوريا نخيب دارش فمان هم نحاول من الخليفة رجع لك حمدي خلاص مع شاكر رجع لك لك انت الحقيقة معناتها عندي رأي مخالف الحقيقة بكل صراحة ديما مخالفني ليه ليه والله ليه والله معناتها بكل صراحة باش نعطيك دي بوان تو من بعد نحكيو لأنه باهي نحكيو على سخانة وعلى الالتيتود وعلى ديكالاج هورير هذاك اش بينا عملوا ما حكيناش كي ربحنا اليابان اللي فما ديكالاج هورير مشينا قبل بشهر لا وقتاش مشينا ولعبنا زوز ماتشوات لعبنا مع شيلي بعد اليابان اما في اليابان اما مشينا قبل اما شيلي اربع خمس ايام قبل شيلي يا بدر الدين وقتها ماهيش شيلي الفكرة اللي نعرفوها قداش عندنا من نهار احنا توا في 48 اور لا بشوية قداش عندنا من نهار في الكور مشينا نهارين ثروزيام جور عملنا ماتش مع كوريا شنو هو المشكل؟ شنو المشكل؟ سامحني معناتها حسسني يعني مع صدقني والله سامحوني المنتخب التونسي لعب ثلاثة مباريات الاولى مع كوريا الجنوبية عمل شيء في المنزل هنا في 2002 و2014 مشينا قبل بنهارين وزوير ذوادي ربحنا واحد بلا صحيت معناتها انا اللي حبيت نقوله اللي حبيت نقوله الحقيقه معناتها الحقيقه زاد حتى كنتو ما كنتو جوارات تقدم معناتها الحقيقه انت ولا حمد انا واحد من الناس وقتها كنت معناتها كيما اي مواطن نتفرج في التلفزه إذا حكيت السخانة والطقس والتيران والأربيتر يا أخوي سمعتها كان في تونس وبصراحة ماذا بينا ما عادش نحكيوها جملة احتراما للناس اللي قاعدة تلعب والناس اللي قاعدة تخدم فينا الموت كان موليو وقتها باش نمشيو نعملوا ماتش أميكال في اليابان نخرطوا اليوم ونلعبوا بعد غدوة نحطوا خسارة أربعة ونقولوا راهو فما مشكلة نتاع ديكالاج وليش ماشيين ملا نلعب خل كملت هذه لول فما نقاط هذيا ماذا بيا ايفيتي النقاط الثانية اللي ماذا بيا نحكيو فيها كفنيين انك اليوم مدرب المنتخب الوطني التونسي علي العابدي سمعنا اللي هو مضروب مصاب خلط اخر نهار وقال الطبيب عمل ديكلاراسيون قال راهو حاضر اني نلقاه يلعب تيتولير بوان دانتيروجاسيون ان دو انك انت تلعب ما غير افون سنتر كيما تعودنا في المنتخب الوطني التونسي كلاسيك تلعب بالعاشوري القدام وحنا بعض ويوسف المسيرني ما غير ان افون سنتر كلاسيك استو هذه نجم نحكيو فيها فنيا ولا لانه براتيكمون شفنا المنتخب افيك زيرو اوكازيون غايب معناتها نحكي على الجانب زيرو تير كادري فوالا وزيرو تير كادري يعني والنقطه الثالثه اللي هي مهمه
نجم نلقاو فيها بعض الإجابات اللي هي دحماء. يلزم اليوم نتكلموا كما فما، مش خاطر احنا قبل احنا بيدنا كنا مع دحمان وقت اللي هو كان بيرفورمان، اليوم استو نحكيو على دحمان ولا ما نحكيوش؟ كينو الحديث على دحمان ولا معناتها سوجي تابو في ليكيب ناسيونال؟ رد بالك ما تمسش عليه، رد بالي ما نمسش دحمان وقت اللي شد ليكيب ناسيونال ولا لو برومي غارديان في ليكيب ناسيونال؟ كيفاش ولا ما هو سويت ديفوت نتاع اصحابه اللي كانوا يلعبوا دي غارديان، صحيح ولا اليوم اصحابه اللي يلعبوا معاه من حقهم ان وقت اللي دحمان يغلط من حقهم ياخذوا عليه، سينو ما علاش موجودين ثلاثه قرارات؟ لا ما نقولش هذا كان كل حارس يغلط نحيوه نحط الحارس الثاني. انا مش نحكي على اغلاط في المقابله هذه، انا حكيتها ونعاود نقولها، دحمان ماهوش قاعد يلعب من احسن الحراس الموجودين في تونس، ولكن وقت اللي يولي ماهوش يلعب في الجمعيه نتاعو وقابل 16 بونتو ولا عنده مشكله تقريبا واضحه مع المدرب نتاعو ولا على البنك، يجي للمنتخب الوطني التونسي ماشيين الكوب دافريك، عنا زوز مقابلات ودية، عنا بعض مقابلات متاع كاليفيكاسيون، ومن بعد شنو ندخلوا ديريكتومون؟ إذا كان تقعد الوضعية متاع دحمان تلك اللي اليوم اسكو نخليو دحمان لبرمي جارديان؟ مانيش قاعد نعطي في إجابة نقول إيه ولا لا، أما اسكو اليوم السؤال هذا فنيا يلزم يتطرح ولا؟ عندك دقيقتين حمدي قبل الأخبار، دقيقتين تفضل. هاي يا أخوي خوس مسيحة تفضل. أول حاجة أنا شاكر قال قبيلة على تجمع تجاوب شاكر على سؤاله. ثلاثة سؤالين، أنا سؤال الأولاني علي العابدي، سؤال الثاني نحكي بليسيور مش نحكي على القيمة متاع اللاعب، سؤال الثاني علاش ما لعبناش أفونسون أساسير، علاش السؤال الثالث علاش دحمان ينجم يحكي على السخانة ولا التيتيود ولا التيتيود نهار اللي يلعب هو 90 دقيقة في التيتيود متاع 1000 و1500 وبك التمبيراتور متاع 50 و60 طيب يفهم الحقيقة. أنا ما اخترتش باش نولي كوارجي، ما اختلفش خلني نكملك مسيح، أنا اخترت باش نكون جورناليست وقت اللي نمشي نخدم في الكامرون، خلني نكملك ولا في اليابان ولا أمريكا نخدم على روحي وما نرقدوش ونخدم على روحي. ما أنت تقارن يا شيكل، ما أنت شوف تنجم تحس بالوضعية هذيك ما تحس بها، أنا معناتها مخلوق كوارجي يا شيكل، ما تنجم تحس بالوجيعة هذيك وكمال ولعبنا فيها من الالتيتود وكسخانه ذيك راهو حاجه راهي فوق العقل، جاوبوا جاوبوا ما عادش عندي برشا وقت. والثاني حاجه حكايه قبيله على اساس على كان مشكله راهو حمدي فماش التيتود فما مشكله كان نوم راهو والنوم جواريتنا يسهروا بطبيعتهم يصبحوا ما عندهمش مشكله هذيك هذيك علي العابدي علي العابدي حاجه اخرى قالها لي هي مهمه ياسر على ما عندي وقت على يوسف المساكني وعلى العاشوري وعلى حدنا بعد الافونسونتر مش موجود في المنتخب الافونسونتر مش موجود هي راهو ذا سي تان شو ما عند لونترنور نجح به في بارتي في مقابله ينجم ينجحش به في مقابله اخرى وهذيا كونتر الكوريا كي ما نجحناش هذيا ساعه اول حاجه درس لي هو باش تخليه يراجع روحه اسكو هو ينجم باش يكمل في الطريقه هذيا ولا لا في الاسلوب هذا ولا لا باش يعمل على نفس الانيماسيون ولا لا هذه علي العابدي باهي واضح الفكره هذيك وسط هذيا مات ساعه يلزم فيه تتراجع فيه برشا حاجات علي العابدي شو انت واللي تام تاعو كيفاش يرى فيها ساعه الطبي والاطار الفني كيفاش حاضر ولا ما هوش حاضر هو بيدو تعطيه ديزيون حاضر ولا مش حاضر نحن كنا جواريت ويقولون تلعب ولا حاضر ولا مش حاضر اسكو هو حاضر اللي 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 بريزون باش يكون موجود ويعاون اصحابه 100% اذا عندك شويه دوت خويا يرحم خلي بعد الاخبار كيفاش شفت انت حاضر لا 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 الناس الكل مهم لا لا هي هو في التيران دوزيام ايتون هو جوار تيتولير ولا لا هو تيتولير ولا لا تيتولير انديسكوتابل يعني العابدي من اللاعبين الاساسيين في المنتخب وقت اللي يتضرب وقت اللي يتضرب وبعديك يجيك الطبيب يقول لك يا خويا هذا يا جميل يلعب اللي بري 100% لعب ولا ما تلعبوش بيان سور تلعب يقعد الروندمون نتاعو في التيران مش نحكي حاجات ممكن شكل ما تعرفش اسمعني بعد الاخبار نحكي ونرجع على علي عبدي وايمن دحمان يجاوبوا شكر كنزاري.